انا قعدت مع مرجنة امبارح يا مولاتي وحكيت لي كل حاجة يا مولاتي. حلوة قوي كده، سمعت الحكاية كلها؟ كويس، وده اللي احنا محتاجينه. طب مش هنسمع لشملول برضو يا مولاتي؟ واحنا من امتى بنسمع للرجالة؟ وبعدين انا عارفة هيقول ايه، كل الرجالة عندهم نفس الاسطوانة، اصلها مش مركزة، اصلها ما بتهتمش، اصلها كل شوية تطلب مني طلبات غريبة. المهم ان احنا سمعنا كلام الست الغلبانة، وانا عشان الست الغلبانة دي لازم اجيب لها حقها من شملولها. الله الله الله، انا بحلم ولا ايه؟ لا 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 لا، انا بحلم اكيد. شهرزاد تعمل في الصباح الباكر. صباح الفل. صباح الفل يا شهروري، اصل انا بقى كده عندي اول قضيه النهارده هفتتح بيها محكمه الاسره. طب قبل ما تفتتحي المحكمه افتتحي معده جوزك الاول. عرفتي يا زمرد احنا ليه ما بنسمعش للرجاله؟ يلا مش مهم، خلي مسرور يحضر لك الفطار، انا فطرت خلاص ونازله كمان. زمردة حبيبة قلب الملكة، يلا بسرعة لم الورق وجهز الموكب على بال ما حط روج الملكة. بعد إذن مولاتي. استني استني استني، تعالي هنا. هو احنا مش هنفطر سوا؟ شهرزاد انت من أول ما بدأتي تشتغلي وانت بقيتي بعيدة عني، ما بتهتميش بيا زي الأول، خدي بالك. وبعدين النهاردة احنا كنا متفقين اننا نروح نزور سلطان المملكة اللي جنبنا عشان عيد جوازه. انت خلاص ما بقيتيش مركزة خالص، بس شاطرة بس في الطلبات، وهات وهات وهات، دي ما بقتش عيشة. خلصت؟ لما ارجع بقى برد عليك. مستنيك يا شهرزاد. ماشي، لما ترجعي. رزقك يا شهرزاد. الله، بقى عندك اتنين شملول. شملول عندي في البيت اللي هو البي شهريار، وشملول عند مرجانة. دي محكمة الأسرة هتنور قوي. صحيح، عرفت يا مولاي اللي حصل النهارده في المحكمه؟ انهي محكمه؟ محكمه مولاتي شهرزاد، مش شملول. هي بقت اسمها محكمه شهرزاد؟ والله لايقه على حواجبها. كمل يا مسرور، اشجيني. مولاتي شهرزاد ما خلتش شملول يقول كلمه، وسابت مرجانة هي اللي تتكلم. طبيعي، استمر. المهم بقى، مرجانة قالت كلام ما ينفعش تقوله عن علاقتها بشملول. زمردة قعدت تضغط عليها لحد ما طلعت كل أسرار البيت بحجة إن ده بيخدم موقفها في القضية. يا ساتر يا رب، ليه بس كده؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، صدق الله العظيم. ليه أسرار البيوت تطلع كده على العامة؟ وبعدين إحنا مالنا ومال مشاكلهم؟ يعني هي مشاكلهم بتأثر في المملكة؟ وبعدين كمل يا مسرور. أم شملول بقى وأم مرجانة لما سمعوها بتقول الكلام ده راحوا ماسكينها ودوها العلقة التمام. ليه بس كده؟ ما يتكلموا مع مرجانة الأول ويفهموها غلطها بالعقل. لا يا مولاي، مرجانة ما اتضربتش، دي زمردة هي اللي خدت العلقة. أوبا، يلا حلال فيها، البنت بصراحة مجتهدة وتستاهل كل خير الصراحة. قولي شهرزاد عملت إيه بعد كده؟ مولاتي لما شافت اللي حصل اتخضت وراحت نازلة مع الأمهات ضرب في زمردة، وأمرت بسفر شملول ومرجانة للساحل الملكي على حسابها. حسابها؟ حسابها يا مسرور؟ وهي عندها حساب منين؟ فلوسي، انا تعبت منها ومن عمايلها اللي عماله ادفع تعويضات بسببها يوم بعد يوم. كان مالنا ومال مشاكل المتجوزين وليه نتدخل فيها واحنا لا من اهلهم ولا حتى متخصصين؟ يا مولاي، مدام شايل منها كده ما تسيبنا خش وخلص. يبقى يا مسرور سيبها لي لبكره، الله يخليك تاني وتالت ورابع، اصل امي جايه بكره.